تجمع عمالي يندد من جديد باستمرار جرائم الاحتلال في غزة، ويطالب بتحرك يوقف آلات الدمار الإسرائيلية ويحمي الشعب الفلسطيني من الإبادة التي يتعرض لها على مرأى العالم. بعد أن سكت الجميع وماتت الإنسانية بالنسبة للجانب الدولي أقول، ولكن ضمير أصبح حيا يوما بعد يوم، والنضج يقوى يوما بعد يوم، وما حراك الجامعات اليوم في العالم إلا خير دليل. فكسر الحصار لقضية غزة وقضية الشعب الفلسطيني وكفاحه من القضايا العادلة دخلت كل بيوت العالم. إن من خلال هذا التجمع النقابي نعلن مساندتنا ودعمنا لحقوق عمال فلسطين في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل، ونرفض بشدة كافة أشكال الإجرام والظلم الذي يتعرضون له. نقبات عمالية وحدتها القضية الفلسطينية لتوجه بوصلة نضالها من أجل نصرة أهالي غزة والضفة في ظل تمادي كيان الاحتلال في جرائمه الفظيعة وحرب الإبادة الجماعية وضرب كل القرارات الدولية عرض الحائط. نقف اليوم هذا التجمع النقابي من أجل أن نعلن مرة أخرى ونؤكد دائما أننا مع القضية الفلسطينية، وهو الموقف المشرف لدولتنا، لدولة الجزائر، التي حق لكل واحد منا أن يرفع رأسه شامخا ويفتخر بهذا الموقف الذي عز في زمن التخاذل. ما يجري الآن، اسمعوا لي مليح، يعني أنا أخوكم نقابي، اسمعوا مليح، ما يجري الآن في الغرب من هذه الثورة في العقل الغربي ليس فقط مناصرة لغزة وليس فقط لدعم الشعب الفلسطيني، فهو ثورة ضد الهيمنة الفكر الصهيوني على العقل الغربي. مهما تعاظمت فظائع الاحتلال بحق الفلسطينيين العزل من قتل وتجويع ودمار طال كل شيء، يؤكد المشاركون أن جرائم إسرائيل لن تسقط بالتقادم ولن يفلت قادتها من المساءلة والعقاب. النقابات العمالية في الجزائر ترفع صوتها لمطالبة أحرار العالم باتخاذ موقف حازم ضد جرائم الاحتلال في فلسطين، تحرك عمالي متصاعد يدعم الموقف الرسمي الذي يضع القضية الفلسطينية ضمن أولويات الدبلوماسية الجزائرية. ميلو سولي، التلفزيون فلسطين، الجزائر.